أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الشباب البحريني ضرب أروع الأمثلة في التحدي والإصرار ويحتذى بعزيمته لتحقيق أهدافه، مشيرا سموه إلى أن رجال الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين عازمون على تحقيق هدف الوصول إلى قمة إيفرست بعد أن تمكن من الوصول إلى قمة مانسولو بنجاح. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن ثقته الكبيرة بالقدرات العالية التي يمتلكها رجال الحرس الملكي بتحقيق الهدف المنشود وهو رفع علم مملكة البحرين في جبال الهملايا بجمهورية النيبال والوصول إلى قمة إيفرست في ظل العزيمة التي يتمتع بها رجال الحرس الملكي. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الوصول إلى قمة مانسولو وضعت الثقة والتحدي أمام رجال الحرس الملكي بتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى قمة جبال إيفرست في العام القادم 2021، مبينا سموه إلى أن الرجال عازمون على تحقيق الهدف. قال سموه: نحن حريصون على تقديم كامل الدعم لفريق رجال الحرس الملكي حيث يمتلكون الإمكانات العالية وخاضوا تحد كبير في الفترة الماضية حتى الوصول إلى قمة مانسولو، وأمامهم التحدي الأكبر للوصول إلى قمة إيفرست. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: ثقتنا كبيرة برجال الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وهم قادرون على إنجاز المهمة بنجاح وبشكل مميز وبعكس قدراتهم العالية التي يمتازون بها. هذا وقد أكمل فريق الحرس الملكي تدريباته الخاصة على جبال الهملايا للوصول لقمة جبال إيفرست بعام 2021، حيث تم تكليف فريق الحرس الملكي والمكون من 18 فردا بمهمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لرفع علم البحرين وعلم الحرس الملكي على قمة جبال مانسولو بارتفاع 8163 مترا، والذي هو ثامن أعلى جبال العالم وواحد من 14 جبلا فقط يتجاوز ارتفاعه 8000 متر في العالم. أمضى فريق الحرس الملكي 8 أيام في التأقلم والتسلق نحو قمة جبال مانسولو، واستطاع أن يصل إلى القمة بعد 10 ساعات.